نرجع بقى لحلقتنا. هنتكلم النهارده على العراق. يوم السبت 28 اغسطس واثناء مشاركه السيد الرئيس في قمه بغداد للتعاون والشراكه، الرئيس السيسي خلال كلمته طلب انه يوجه رساله الى الشعب العراقي، رساله من قلب بغداد بيقولها رئيس مصر. قال فيها: ايها الشعب العظيم، انتم امه عريقه ذات مكانه وحضاره وتاريخ، ولديكم تنوع وتعدد وثراء كبير، حافظوا على دولتكم وابنوا وعمروا. حقيقه الشعب العراقي العظيم يستحق مكانه رفيعه للغايه. خلونا نفكر حضراتكم برساله السيد الرئيس للشعب العراقي. أوجه رسالة للشعب العراقي الشقيق، إن الشعب الذي يملك هذه الحضارة العريقة وهذا التاريخ المشرف يملك بلا شك مستقبلا واعدا بفضل أبنائه وسواعدهم. وأؤكد لكم أن في مصر إخوة حريصين على نهضتكم، مرحبين بنقل تجربتهم وخبراتهم في مجالات مختلفة، إيمانا بوحدة المصير والهدف. حافظوا على بلادكم، ابنوا وعمروا وتعاونوا وشاركوا. أيها الشعب العظيم، يستحق العراق بكم المكانة الرفيعة، يستحق العراق بكم الرقي والتطور والاستقرار والأمان والسلام. من حق الشعب العراقي العظيم أن يفخر بحضارته، حضارة كبرى، حضارة ما بين الرافدين سومر وبابل وأشور، حضارة عظيمة تتلاقى مع عظمة الحضارة المصرية. بؤر من نور، بؤر من النور الخالص في الوقت اللي كانت فيه أعتى الإمبراطوريات في العالم الحديث إما أراضي فضاء أو مجموعة من الهمج بلا أي تاريخ أو منجز حضاري. لطالما ظلت بغداد أحد أبرز مواطن وبيوت الحضارة منذ العصر القديم إلى العصر الإسلامي، اللي أصبحت فيه بغداد حاضنة للدولة العباسية، منبع العلم والطب والفنون. العلاقة بين القاهرة وبغداد طوال التاريخ هي علاقة تكاملية. النهاردة مصر بتمد إيديها من جديد للعراق عشان العراق يرجع ويقف على رجليه تاني.